أهلا بكم أعزائي طلبة السمستر الرابع في كلية التقنية والطاقة بشخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المحاضرة العاشرة في نظرية الآلات، نتكلم عنها في شابتر 4 اللي هو السيمبل هارمونيك موشن. سيمبل هارمونيك موشن هي الحركة التوافقية البسيطة، والمقصود بهذه الحركة هي على عدة أشكال، إما أن تكون حركة البندول، أو أن تكون الحركة تسمى الحركة الموجية، حركة البندول قمة وقاع وقمة بالسالب وقاع وهكذا رايح جاي، اللي رسمه منحنى الصين، أو جسم يدور حول نفسه، أو جسم يدور حول جسم آخر. إذا أي جسم يتحرك حركة دورية بهذا الشكل يسمى بالحركة التوافقية البسيطة، سواء كانت حول نفسها، جسم يدور حول نفسه يسمى دوران مغزلي، أو حول جسم آخر زي الإلكترون حول النواة، أو يتحرك قمة وقاع مثل الموجة، أو نزولا وهبوطا زي السلك الزنبرقي، قمة وقاع ونزول وهبوط بهذا الشكل. فكل هذه تسمى بالسيمبل هارمونيك موشن، أو الحركة التوافقية البسيطة. velocity and acceleration are the particle moving with a simple harmonic motion. إذا المطلوب مني إيجاد سرعة وعجلة جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة. إحنا اتفقنا إن السرعة الزاوية أوميجا بتساوي ثيتا على تي، ومن ثم ثيتا بتساوي أوميجا على تي، الزاوية بتساوي أوميجا تي. لو أن عندي جسم يتحرك في مسار دائري ويمثل حركة أفقية بسيطة اللي هي حركة جيب الزاوية، ساين قمة وقاع قمة وقاع وهكذا، فإن إكس هتساوي آر كوساين ثيتا، وبالتالي أشيل ثيتا وأحط أوميجا تي، ومن ثم فإن السرعة الخطية بتساوي في ساين ثيتا اللي هي بتساوي أوميجا آر، لأن في بتساوي أوميجا آر، سرعة الزاوية في نصف القطر ساين تيتا، ومن ثم تساوي أوميجا جذر تربيعي لآر تربيع ناقص إكس إيه تربيع، زي ما إحنا شفنا من هنشوف من خلال الرسم اللي موجود عندي وإيجاد قيمة الإيه الزاوية وقيمة الإكس والآر، ومن ثم في ان بيساوي في ساين تيتا لأوميجا ار ساين تيتا بيساوي أوميجا جذر تربيع ار تربيع ناقص اكس ايه اكس تربيع، في ماكس تساوي أوميجا ار، اذا ايه ان تساوي أوميجا تربيع ار كوساين تيتا تساوي أوميجا تربيع اكس. يبقى احنا عندنا القانون اللي عندي في، وعندي قانون من اللي هو ار ساين تيتا اللي هو أوميجا تي اللي هو أوميجا ار ساين تيتا اللي هو أوميجا في جذر التربيعي لي ار تربيع ناقص اكس تربيع، و اي بتساوي اوميجا تربيع ار كوساين تيتا اللي اوميجا تربيع اكس، اوميجا تربيع ايه، يبقى ايه ماكسيمم سو اوميجا تربيع ار، اوميجا تربيع differential equation of simple harmonic motion، المعادلة التفاضلية للحركة التوافقية البسيطة. اتفقنا ان اكس بتساوي ار كوساين تيتا اللي هو ار كوساين اوميجا تي، و دي اكس باي دي تي تمثل السرعة في ان اللي ار اوميجا ساين اوميجا تي. التفاضل الثاني للمعادلة دي تربيع اكس باي دي تربيع اللي تمثل العجلة اللي هي ناقص ار اوميجا، لان تفاضل الساين بناقص كوزاين، يبقى ناقص ار اوميجا اوميجا كوزاين اوميجا تي، اللي يساوي ناقص أوميجا تربيع في آر كوزاين أوميجا تي إلى ناقص أوميجا سكوير إكس. طبعا يبقى دي تربيع إكس باي دي تي تربيع زائد أوميجا سكوير إكس هتساوي صفر، وتسمى هذه المعادلة التفاضلية للحركة التوافقية، ولاعتبار إكس هتساوي A كوزاين أوميجا تي زائد B ساين أوميجا تي، لأن هذه
بيسموها ستاندر ديفرنشال ايكويشن اوف سيمبل، اللي انا لو انا جيت خدت التفاضل بتاعها بتاع المعادله هذه، دي اكس يساوي ناقص اي اوميجا ساين اوميجا تي زائد بي اوميجا كوساين اوميجا تي. عند تي بيساوي صفر يبقى دي اكس باي دي تي بيساوي صفر، وبيساوي اكس اكس هتساوي اكس هتساوي ار كوساين اوميجا تي. بينما دي اكس باي دي تي بيساوي لها في ان ناقص اوميجا ار ساين اوميجا تي، يا بيساوي اوميجا ار كوساين اوميجا تي زائد 2 باي زود 99 وحولتها من ساين الى ايه؟ الى كوساين. بعد كده اعمل التفاضل الثاني بتاعها يديني العجله ناقص ار اوميجا تربيع ار كوساين اوميجا تي اللي بيساوي اوميجا تربيع ار كوساين اوميجا تي زائد الباي. يوزس هنتكلم اليوم عن او بقيه الجزء الرابع اللي هو ترمز يوزد ان سمبل هارمونيك موشن. الجزء اللي يهمنا احنا في اللي هو الامبليتيود سعه الموجه، بروديك تايم اللي هو الزمن الدوري، الفريكوانسي بعض المصطلحات اللي تهمنا احنا اللي هو التردد الفريكوانسي، ومن ثم يهمني في الامر هذا البروديك تايم اللي هو تي بيساوي 2 باي على اوميجا او بيساوي 2 باي جذر اكس على ايه اكس على ايه ايه. بعد ما نعوض عن اوميجا من القانون من العلاقه الاولى ايه بيساوي اوميجا تربيع اكس، فبعوض عنها من خلال ثم اوميجا تساوي ايه على اكس، فبعوض عن اوميجا يبقى تي بي اللي هو التايم برودكت تايم هيساوي 2 باي في جذر اكس على ايه. بينما الفريكوانسي ان هيساوي اوميجا على 2 باي، يعني بيساوي 1 على الزمن الدوري مقلوب القيمة 1 على 2 باي جذر على اكس ويقوم بالهيرتز. يبقى احنا عندنا اهم نقطتين هما البرودكت تايم والفريكوانسي. طبعا امثلة على الحركة التوافقية البسيطة، دي بريز دي عندي مثلا على سبيل المثال اكزامبل نمبر 41 دي بيستون. بيستون اللي هو البستوني او اسطوانة المحرك الداخلي، الاسطوانة بتاع محرك ذا بيستون اوف ذا ستيم انجن لمحرك بخاري موفز ويز سيمبل هارمونيك موشن، يتحرك حركة توافقية بسيطة ماشي. الكرانك ريتيرز بيتحرك حوالي 120 ريفولشن بير مينت لكل دقيقة، وذ ستروك اوف 2 مترز فايند ذا فيلوسيتي اند ذا اكسلريشن of a piston when the when it is the distance of 75 meter from the center. يبقى عندي بستون بيتحرك في المحرك الاحتراق الداخلي وبيعمل حوالي 120 دوره كل دقيقه، والمطلوب مني ايجاد سرعته والعجله بتاعته. هنطبق القانون V بتساوي أوميجا جذر R تربيع ناقص X اللي جد السرعة، يبقى بيساوي 2 4 باي اللي احنا مطلعينها من بتحويل الأوميجا 120 يعني تساوي 4 باي بتساوي كم؟ 4 باي 120 ريبالشن بير مينت بتساوي 4 باي، والار بتساوي 1 متر لان 2 ار القطر بتاعها كلها 2 ار ب 2 متر، يبقى ار بس ب 1 متر
يبقى 1 ناقص 75% لكل تربيع يديني السرعة. وحساب العجلة بتساوي أوميجا تربيع إكس، وطبعا إكس عندنا بتساوي 75% وأوميجا تربيع بتساوي 4 باي، بربحها وطلع قيمة الإيه؟ قيمة العجلة. الثاني اللي موجود عندنا A point of moves with the simple harmonic motion when the bond is 75 meter from the mind path. It is a velocity 11 متر بير سكند، السرعة بتاعتها velocity when 2 meters from the center of its path. Its velocity 3 متر على الثانية. Find the angular velocity or product time and maximum acceleration. بنلخص المسألة ونضع الـ X بـ 75% والسرعة بـ 11 متر بير سكند و X بـ 2 متر و V بـ 3 متر على الثانية، مع وضعا في قانون السرعة بتساوي أوميجا في جذر تربيع في إكس ناقص آر تربيع ناقص إكس تربيع، ويبقى عندي مجهولين أوميجا وآر. هذا المعادلة الأولى. المعادلة الثانية نفس الحكاية، بعوض عن السرعة وأوميجا وعوض عن إكس في هذه الحالة باثنين، ومن ثم يبقى عندي معادلتين اثنين في مجهولين اوميجا ار، بقسمهم على بعض يبقى المجهول الوحيد ار بطلعه ب 2.7 متر، ونعوض عن ار اجيب قيمة الاوميجا اللي هتطلع بتساوي 5.7. حل معادلتين من الدرجة الاولى في مجهولين. نجيب بعد كده البرودكت تايم. البرودكت تايم عندي بيساوي 2 باي على اوميجا، واوميجا مطلعها انا ب 2.5.7، يبقى 2 باي على 5.7 يساوي 1.1. اخيرا اجيب الماكسيمم اكسلريشن بتاعي. الماكسيمم اكسلريشن بيساوي ايه؟ ماكس هتساوي اوميجا سكوير ار، عندي اوميجا ب 5.7 ربحها، وعند ار ب 2.7 تديني 67.25% متر لكل ثانية. بهذا نكون وصلنا الى نهاية محاضرتنا. اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.